السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بقناة لالة جلونة اللي هي قناتي وقناتكم. مرحبا بالناس اللي عاد دخلوا جداد وتابعونا في القناة ديالي. اليوم إن شاء الله غادي نديروا الطيحان معمر. عندي كوموند، ديروا الطيحان. عندي طيحان كبير، يعني عندي كوموند يعني فيها 3 كيلو. عندي هنا طيحان كبير، وعندي الكبدة 2.5 كيلو، وعندي كيلو لاربة الشحمة، الشحمه ديال الكلاوي ديال البقري ماشي ديال الغنمي. اول حاجه كنشدو الطيحان، كنحيدو له ديك الجلده الفوقانيه، ضروري هذه كتحيد باش ما يجيش كتمضغ بحال المسكه ملي كنجيو ناكلوه كيطيب. كنحيدو ديك القشره الفوقانيه ضروري، وكنقطعو الكبده، كنقطعوها بمربعات كبارين بحال اللي غادي نديرو البولفاف، وكنشويوهم في الفاخر كما يعني بحال تنخليهم ناقصين طياب الداخل ديالهم، تيكون باقي شي شويه ما طايبش، باش ملي نقطعوهم عاود طريفات صغيورين بحال البولفاف ولا قل، كنعمرو بهم الطيحان. كي عادي كيزيدو يطيبوا مع الطيحان، يعني ما خصوش نطيبوهم باش تجيش قاصحه وناشفه. غادي نكمل لكم دابا هاد الطيحان، كتحيدوا ليه القشره من الفوق ومن التحت، وكاين واحد العريق في الجنب غادي تا هو نحيدوه، هذاك العرق ضروري نحيدوه حتى هو، حيت كيجي يعني هذا العرق هذا كيكون في الجنب هنا، كتحاولي تجبديه بشويه بشويه وتفكيه من داك الخيوط اللي لاصقه فيه باش ما يتقطعلكش الطيحان، حيت الا بقى كيجي المذاق ديالو يعني خايب، وحتى في يعني كتجي تمضغي كيجي كلشي رطب، ما كيجيش شي حاجه كتوحل ليك. عندي دابا هو الطيحان نقيتو، الكبده هي قطعتها، غادي ندوز نشويها. بعد ما نشويها غادي نقطعها مربعات صغيورين بحال هكا، شتي كي الطياب ديالها كيف داير، يعني باقا شي شويه كتبان لك حمراء من الداخل. وغادي ندير معها الشرموله والشحمه، وغادي تشوفوا المقادير اللي غادي نستعمل معها. الشحمه ها هي عندي كيلو لارب ديال الشحمه ديال الكلاوي ديال البقري، وعندي ربطه ديال القزبر وربطه ديال المعدس مقطعين. عندي 2 كركوبات ديال الثومه مطحونين، عندي معلقه كبيره ديال الفلفله حمراء التحميره، معلقه كبيره ديال السودانيه مطحونه، وجوج معالق ديال الكمون، وعندي الملحه تقريبا معلقه كبيره، وعندي زيت العود. ها انتم الطيحان دابا تبارك الله، بعد ما نقيتو قديتو الشكل ديال العماره ديالو ما غاديش نفتحو هكا من الجنب، ولا غادي نفتحو من الوسط، لا غادي تشوفوا الطريقه ديال التعمار، كيجي بحال الشكل ديال الكاشير. هنا الكبده درتها في واحد البانيو وخلطتها مع الشحمه والقمه كاع اللي ذكرت كامله، وزيت العود بطبيعه الحال تقريبا شي نص كاس ديال زيت العود، وخلطتهم مع بعض مزيان وخليتهم تقريبا شي ساعه حتى كتشرب الاقامه بعضياتها. الطريقه ديال التعمار ها نتوما كنديروا الطيحان هكا على جوج بحال هكا، وكنبدا نخيط وانا كنعمر، نخيط وانا كنعمر. نتوما ها نتوما معايا غادي تشوفوا الفيديو، غادي تشوفوا كيفاش الطريقه ديال التعمار. ها نتوما دابا كنشد لك القنيت اللي بعد ما كنطويه على جوج، كنبدا نخيط، ندير الكوردون. عندي هذا الخيط هذا ولا الكوردون، الخيط هذا عندي بحال السبيب ما كيتقطعش، وتكون عندكم بره كبيره كتخيطي بعدا واحد تقريبا 4 سنتيم، وعاد كتبدي ديري الحشوه تخشي وتدكيها مزيان وتخيطيها. انتي غاده انتي كتخيطي وانتي كديري الحشوه وكتدخلي بالصبع ديالك باش كيجي كل عامر نيفو واحد. هو ضروري في القنيتات حيت كيكونوا يعني السمك ديالهم ماشي بحال الوسط، ولكن ان فوا كتفوتي القنت كيكون كلشي راه حجم واحد تقريبا. ها نتوما كنخيط، وعاد كنجي ندير الحشوه، نحاول نهز الكبده والشحمه باش كتجيني العماره مقاده. حتى الطيحان راه كيجي كيهبل لان كيدار بهذه الطريقه هكا، وكيدخل الفران كيطيب، ومن بعد كتحتفظي به يعني في الكونجيلاتور ولا عندك في الثلاجه، كتبقاي تقطعيه دي غونديل، وملي كتبغي مثلا تاكليه يعني تبغي تستعمليه تستهلكيه عفوا، كتقطعيه دي غونديل وكديريه هي في الشوايه فوق المجمر كيتسهط،
لانه هو طايب، عيب باش يتسهط وديك الشحمه كدوب. ويا كديريه في المقله، يعني المقله تكون احسن غير لاصقه، كديريه بلا زويته بلا والو، غير كتصهديه يعني كدو ديري على هكا على هاد الجهه وعلى هاد الجهه، وكتقدميه مع رويزه مع لابوري مع الشلاضه، يعني باش ما بغيتي كاع الوليدات كديري له كاع في الخبز مع بصيله ومطيشه، كيجي رائع بزاف. مهم عملي وأكلة يعني واجدة تكون ديما عندك، كيطلبوها بزاف الناس. هانتوما تشوفوا كنبقى غدا وكنعمر غدا وكنعمر حتى كنسالي الطحان كله بالخياطة وبالتعمار. شفتوا تبارك الله شحال كبير. دابا هانتوما بعد ما عمرتو كامل، كنشد السفاف دوك الكبار القطبان الكبارين ديال اللي كنديرو فيهم القطبان، يعني ديال اللحم ولا ديال الكبده، ولا كنديرو نخشيو كل قنت ديالو كنخشيو فيه السفود، كيجيو ملاقين الوسط باش كي ملي كيطيب ما كيعواش، كيبقى يعني كيبقى مستطيل، يعني ما حيت الا ما درتيش ليه هكا هاد القطبان هاد السفاف وقفتيهم من هاد القنت ومن هاد القنت، ملي كيطيب راه كيلوى، يعني كيعواج هكا كيجي بحال الهلال. ضروري هاد السفاف كنخشيو واحد من هاد القنيطه وواحد من القنيطه الاخر، جوج هكا وجوج هكا، يعني جوج سفاف من هنا وجوج سفاف من لهيه، وكيتلاقاو في الوسط وكيبقى هكا شكله مستطيل على شكل، كيجي على شكل كاشير. دابا كنجيب بابي كويسون وكنلويه، يعني كنبرمو مزيان باش ما يتحرقليش، يبقى طري واخا كيطيب كتبقى القشره ديالو طريه ويبقى فتيتي. كنبرمو مزيان وكنعاد ندير ليه الخيط، كنحزمو بالخيط بالكوردون، لا كنحزمو كامل. انا غادي نحزم غير يعني، هو نورمالمون كتحزم شويه بشويه، يعني ما بين كل جوج سنتيم كديري عاود تحزمي، بحال هكا انا خليت مسافه اكثر من جوج سنتيم. المهم كديري بحال هكا وكتحزمي حتى كتسالي، وكنعاود نديرو البابي الومنيوم وعاوتاني كنحزمو وكنتكوه. ضروري كتكي دابا فاش كديري البابي كويسون وكتكيه بالقطيب عاوتاني باش كديري البابي الومنيوم بحال هاد الشكل هكا، باش ملي باش ديك الليدام ديالو وداك الماء اللي كيخرج منه كيخرج يعني في الطاوة ما كيبقاش محصور فيه. دابا غادي نعاود نلفو في البابي الومنيوم، كندوبل يعني جوج ديال الالومنيوم جوج ورقات، وكندورو مزيان عليه، وكان الجناب ديالو كنديرو على شكل بومبوينه، وكنحزم بالخيط ونعاود نتكو بالسفود باش يبقى عاوتاني ديك ليدام اللي خرج من البابي كويسون يخرج عاود من البابي الومنيوم. كنبرمو مزيان نزير عليه ونحطو في الطاوة ونعاود نتكو. هانتوما شفتو كيبقى لي مستطيل بداك القطبان، يعني ما يعني كيجي قاد وزوين هكا ملي غيطيب غيبقى، يعني ما غاديش كل ما كانش دوك السفاف اللي خشينا في الجناب غادي يعوج، يعني يدور ضروري غيدور ما يبقاش قابط الفورما ديالو مستطيل. غندخلو الفران، يكون الفران يعني متوسط الحرارة ديالو، ونبرنا برا كنبقى ندورو في الطاوة. شفتو ليدام لي طلق بعد ما طاب، كنبقى مرة ندورو وكنتكو بالفرشيطة مرة باش كيعاود يخرج داك ليدام صافي، وكنخرجو نحطو يعني حتى كيبرد تماما، عاد كنحيدو الكاغيط ونحيدو دوك هاد الخيط اللي حزمتو كلشي. الخيط هذا اللي حزمت ماشي الخيط اللي خيطتو بالاول باش عمرت، كنحيد هاد الخياطه هادي صافي. وها هو دابا ناضي نقطعو، تشوفوا معايا كيف كيجي. دابا هذا راه صافي طيب ناضي، الا جيتي تاكليه مباشره بعد ما تخرجيه من الفران راه تاكليه بلا ما تعاودي تسخنيه، الا مثلا برد وداك الشيء كتعاودي ديريه شويه ولا في المقله وكتسخني داك لي غونديل وكتقدميهم باش ما بغيتي ترافقيهم. كيجي ممتاز ممتاز بزاف، نتمنى تجربوه، ولو غير طيحان صغيور ديال الغنمي جربوه، ديرو عيش شويه الكبده شويه الشحمه وتشوفوا كيف كيجي رائع. بالحق انا الطيحان ديال الغنمي ما كنديرش له هذه الطريقه، كنفتحو كنقسمو على جوج هكا وكنعمرو، يعني ملي كتجمعي هكا كيجي عيش صغيور بحال داك الكاشير الصغير.
المهم نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما تنسوش اللايك والاشتراك اللي ما مشتركش معايا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.